باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يبقى أول معوق بيعوقنا عن حياة الشكر مفهوم الخير والشر بين الله وبين الإنسان. الحاجة التانية اللي تحطها حلقة في ودنك إن الله طبيعته لا يفعل إلا الخير، وبالنسبة للشر مسيطر على الشر. خايف ليه؟ تقول لي ربنا ما بيعملش غير الخير. طب والشيطان بيعمل الشر؟ ايوه بيعمل الشر، بس برضه ربنا ضابط الكل، ما يقدرش يعمل الشر الا اذا خد سماح من ربنا. وربنا لما بيسمح له بيسمح له بالجزئيه اللي تفوقك وترجعك لربنا، مش اللي تكسرك وتضيعك. عشان كده نمسك الحته الاولى، ربنا خير لا يفعل إلا الخير. عشان كده في الكنيسة عندنا حطت حاجة اسمها مقدمة السواعي، يعني الصلوات. مقدمة الصلوات دي ثلاث نقاط. النقطة الأولى البنوية، الصلاة الربانية، أبانا الذي في السماوات. بعد كده ندخل للنقطة الثانية الشكر، فلنشكر صانع الخيرات ونشكرك لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عاضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة، يعني حفظت بينا، عملت ده كله معانا إلى هذه الساعة. دي المقدمة. يجي بعد كده يقول له أنت عملت معاي، أنت أبي، الأولانية البنوية، التانية أنا بشكرك، التالتة أنا بعتذرك عن غلطاتي، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك اللي فيها لك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. يبقى إذن هنا دي اسمها مقدمة الصلاة اللي تخلينا ندخل لربنا. أنا بقول إن الله بطبيعته خير لأن ربنا ما يعرفش يعمل غير الخير. وفي آية جميلة أحسن من كلمة فلنشكر صانع الخيرات، قالها داود النبي: قلت للرب أنت خيري لا شيء غيرك. يعني أنت الخير كله، مش انت اللي بتصنع معي الخير، انك انت الخير. وجودك يا رب في حياتي خير، صمتك وسكوتك علي وعلى ضعفاتي خير. ده انا اغرب ما ليا امي اللي كنت اغلى حاجة عندي واغلى حاجة عندها، لما اغلط الغلطة مرتين ما بتفوتها ليش، وانت بغلط قدامك عشرات المرات وانت صابر وساكت وبتقبلني اليك. انت ما تعرفش تعمل الا الخير. الله الخير بيحبك اكتر ما بتحب نفسك، وبيحب والديك اكتر ما انت بتحبهم، وبيحب اولادك اكتر ما انت بتحبهم، وهو بطبعه خير. يبقى هيعمل ايه بالحب غير الخير؟ هو دي طريقته. انا بفتكر ايه ساعه ما راح يقوم لعازر، ايه عجيبه، قال لعازر حبيبنا مات وانا افرح. الواحد كان المفروض يقول فلان مات وانا افرح، ده يكون فلان مش حبيبي، عدوي مات وانا فرحان. لكن لعازر حبيبنا مات وانا افرح، فرحان ليه؟ فرحان لان الله هيتمجد في هذا الموت ويقوم الميت بعد ما انتم باربعة ايام. فدي طريقة ربنا، ان ربنا عايز يتمجد فيك. وما تخافش، المهندس اللي بيعمل كوبري يروح كاتب عليه الحمولة 30 طن، الحمولة 20 طن، يعني ما تمشيش عليه حاجة أتقل من 20 طن لألا تتكسر. فإذا كان اللي بيعمل الكوبري يبقى ربنا اللي عملك وفداك وخلصك، تفتكر يسمح ربنا بخيرته إنك أنت تجيلك تجربة تكسر وسطك؟ لا طبعا. الله لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون. يبقى إذن ربنا خير. نمرة 2، الشر. الشيطان شرير. طب ما تقول له الشيطان أنا مش قده. مش قده، بس في حاجة أنت مش واخد بالك، الشيطان ما يقدرش يمد إيده عليك إلا بسماح من ربنا. بطرس قال له نعم، قال له الشيطان طلب أن يغربلكم، يعني قدم طلب لله الآب عايز يغربل التلاميذ. وأنا يا بطرس لما لقيتك هتقع من الغربال طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وإنت لما ترجع ثبت إخواتك.
يبقى إذن الشيطان بيطلب. وبعدين لما بيطلب ربنا مش بيسمح له إني مدي إيده عليك غير في الحدود. وشايفين مع أيوب، اقروا سفر أيوب، مد إيده على الممتلكات، مد إيده على كل حاجة، بس لما قال له أمد إيده قال له بس ابعد عن مخه، لأن الحاجات دي كلها أنا هرجعها وهرجع له الضعف. فعشان كده الشيطان بيطلب. وفي آية يقول لك إيه، إبليس عدوكم كأسد يجول ملتمس. إيه يعني كلمة ملتمس؟ يعني بيعمل بيبعت التماس لربنا، أجرب فلان. ربنا بيبعت لي عزة بطنشها، عزة تانية بطنشها، طلب بطنشه، يلاقينها ضيع. مش ممكن يلاقينها ضيع ويقف يتفرج عليا، فبيسمح لي بحتة صغيرة من الشيطان يجربني فيها عشان يفوقني ويرجعني. عشان كده أنا ببقى فرحان. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، لأنه أبوك. أي ابن لا يؤدبه أباه؟ أنت لما بتروح البيت ابنك ده اللي هو أغلى من عينيك، الطفل الصغير اللي فرحان بيه، وتلاقيه سخن وحرارته، مش بتروح تدفع فلوس وتجيب الحقنة وتجيب السرنجة وتجيب الراجل التمرجي اللي هو يديله الإبرة، وهو بياخد الإبرة بيصرخ تقول له بلاش؟ مينفعش. أنت لازم انك انت بتعمل له كده وتقول له اصبر يا ابني، انا بعمل لمصلحتك، بكره هتفهم ان انا عملت كده عشان شفائك. ادي معنى كلمه لست تفهم ما انا فعله الان. يبقى اذن هنا ربنا خير. الشيطان ما يقدرش يتصرف الا باذن من ربنا، لان ربنا مسيطر على الشر بالكامل. لما السفينه كانت هتغرق التلاميذ والامواج ارتفعت وبيصرخوا، شايفين يسوع جاي ماشي على موج البحر. وخلي بالكم الكتاب يقول أراد أن يتجاوزهم. طب ليه يا رب ما أنت جاي لهم؟ قال لا، أنا عايز أوريهم صورة من بعيد إن الـ الأمواج دي اللي هتغرقكم أنا دايس عليها برجلي. ما تخافش، من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به؟ فيروس إيه وأمراض إيه وغلق إيه؟ نفسي أسأل سؤال للناس اللي بيقولوا المجاعات وما مجاعاتش وفلوس وارتفاع الأسعار، هل في حد فيكم بيت ليلة من غير ما يأكل؟ ما بناكل وبنشرب. اللي ستر اللي فات كله من عمرنا مش هيستر اللي جاي؟ طب ليه؟ ليه حبيبي انك انت شايل طاجن ستك وماشي وتقول الدنيا ومش عارفين مصر رايح على فين، البلد بالعالم رايح على فين، الاخرة؟ ما تقولش العالم رايح على فين، قول له انا معاك يا رب، انا معاك، انا بيك قوي، انا بيك اقدر اسيطر على العالم وامواجه وتياراته، لان الروح اللي فيكم اقوى من الروح اللي في العالم. إذا كان هو موضوع في الشرير فأنت موضوع فيك روح الله القدوس اللي هو يقدر يحفظك ويحكمك ويعزيك ويحوط بيك ويبنيك وياخد من المسيح ويديك. خايف ليه؟ مضطرب ليه؟ ما يبقاش عندك اضطراب. فإذا المعوقات زي ما قلنا مفهوم الخير والشر عند الله غير عند بني البشر، ودي بتعوقنا وفهمناها. الحاجة التانية إن ربنا بطبيعته خير وبيحبنا أكتر ما بنحب أنفسنا ومسيطر على الشر. الحاجتين دول يخلونا باستمرار إن إحنا نعيش لربنا ونشكره ويكون عندنا اطمئنان كامل، ونقول له مع داود حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك وما يعزياني، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.